السلام عليكم شباب، معكم وليد، رجعتكم في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله راح نجربوا لعبة زومبي اسطورية شباب. طبعا هي قديمة لكن تبقى اسطورية، اسمها زومبي دياري 2 الجزء الثاني. طبعا موجود الجزء الاول شباب، لكن انا حبيت العب الجزء الثاني لانه مطور شوية وفيه اشياء كثيرة عن الجزء الاول. المهم اليوم ان شاء الله راح نلعب، واذا اعجبتكم اللعبة راح انزل لكم عنها مقاطع شباب لانها مرة رهيبة. المهم نبدأ نلعب مرحلة هذه. شوفوا شباب، فكرته انك تطلق على الزومبي. شوف طبعا انا لاعب مراحل من قبل شباب، اصبحت صعبة جدا، وانا مطور سلاحي ايضا. يو شوفوا الصعوبة شباب، خسرت. ها تشوفون راح نحاول، هذه المهمة صعبة قليلا شباب، راح نحاول. لازم نوصل شباب لمكان معين. على اليسار شباب في سهم احمر، هذاك يقول لك وين تمشي. اعمل هيلت، عملت هيلت شباب لكي لا اخسر. اعمل حماية. هكاك وخسرت. يلا اعمل عملت فرصة شباب لكي لا امل. يلا وصلنا، وصلنا شباب، نايس، فزنا. والله كانت مهمة صعبة جدا. راح نلعب هذه المهمة شباب، هذه لازم اتوقع احمي هذه البوابة شباب. تشوفون لازم احميها، اطلق على الزومبي لازم ما اخليهم يوصلون للبوابة. قربوا قربوا الكلاب. يا لازم ما يدخلوا 10 زومبي شباب، دخلوا تبقى لي 7. اذا دخلوا 7 زومبي اخسر. يلا الوقت الوقت شباب، فزنا، نايس. زومبيين واخسر ما دخلوا، لكن فزت الحمد لله. يوه يا المراحل، فيها مراحل كثيرة شباب، راح اوريكم ايضا المتجر وش فيه. شوفوا فيه اسلحة، شوف هذه كلها يمديك تشتريها، لازم تجمع لها طبعا. انا عندي 16000. وايضا شباب شوفوا يمديكم تشترون شخصيات. شوف شفتوا الشخصيات رهيبة. شوفوا هذا الشخصية الاخيرة سعرها 600 جوهر، ويمديكم تطورون الشخصية من هنا شباب. راح اطور لها سبيد، السرعة، ليفل ماكس، وراح اطور الارمر. نايس طورناها شباب. وهنا ماذا يوجد؟ هنا المهمات اتوقع. نايس ريورد، اعطانا الفلوس شباب. يلا نشوف وش يمدينا السلاح اللي نشتريه. يمدينا نشتري هذا الرشة شباب، ايش رايكم نشتريه؟ يلا نشتري. اشتريناه، طوروا يا حبيبي، او اشتري له الرصاص عفوا، غالي لكي نطوره. المهم اشتريناه شباب، يلا نلعب مرحلة به. راح نلعب هذه المرحلة طبعا بهذا السلاح شباب. يو اعطانا هذا السلاح مائي. ما هذا الوحش؟ ما هذا السلاح شباب؟ اول مرة اشوفه، اتوقع عملوا له تحديث. يلا اعمل فرصة، خسرنا. موتوا موتوا موتوا، لا اعرف كيف خسرت هذا المرة، لاني كنت اتكلم معاكم شباب ماني مركز على الله. لو اني وحدي العب لكم جل. فزت شباب. يو هذا السلاح المائي كم سعره؟ 40000. اتوقع اني راح اجمع له سلاح اسطوري. ماذا يوجد هنا؟ الريورد، اعطانا 5 جواهر. يلا نزيد مرحلة أخيرة شباب لعيونكم. يلا
يلا لعب هذه المرحلة. اوف ما هذه؟ يا للهول، مدرع اعطانا. ماذا تفعل بهذا؟ تطلق شباب، شوف تبقى ضاغطة تبدأ تطلق، رهيبة. ابلع ابلع الزومبي ابلع، انفجرت. خسرت، صعبة صعبة شباب. المهم شباب اسبه نشوفوا وش عطونا هنا، عطونا 1000 شباب، نايس. المهم شباب هذه هي اللعبة، اذا اعجبتكم راح انزلها زي ما قلت لكم. المهم اذا اعجبكم الفيديو شباب ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم تنبيه بالفيديوهات اللي نحطها في القناة. يلا نشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، ومع السلامة.